خبره علي معلول وذكائه في الملعب ازاي يرفع الاوفر، رفع الاوفر عالمي. اوفر يا جماعه بلسم يتدرس، اوفر دخل في قلوبنا كلنا. انا بالنسبه لي الاوفر طبعا ديانج واللي بيعمله ديانج في الدقيقه 95 وسبرنت من ال 18 لل 18 ده، يعني ديانج ده حاله فريده واحنا بنتكلم عنها دايما. بصوا حضراتكم ادى لعلي معلول، بص علي عمل ايه، خد خطوتين واوفر يدرس. اوفر معلش انا عشان يعني الحاجات دي انا بحبها شويه، الباكات يمين والشمال، اوفر ده يدرس. وبص بواليا استخدم امكانياته. وبعدين بيني وبينكم بقى افتكروا الجون ده اخر الموسم ان شاء الله، عايز حضراتكم نبقى نفتكر الجون ده اخر الموسم ان شاء الله. هايل ديانج، علي معلول حاسس ان هو النهارده مش في يومه، عمل ايه؟ حط الكره خطوتين ثلاثه قدام، رفع اوفر عالمي عالمي اقل ما يقال عليه. فالمسانده والدعم واجبه خلال هذه الفتره دايما كده، دايما احنا جمهور النادي الاهلي متعودين منه على كده. ما نروحش بقى للكلام اللي بيتقال دايما او من بعض من لا يشجع النادي الاهلي في الامور الاخرى.